السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة تكنولوجي. النهاردة معانا فيديو ناس كتير بتشتكي من موضوع الصوت في ويندوز 10، ان هو ساعات ما بيظهرش القايمة اللي هي بتطلع قدامنا دي، واصلا ساعات ما بيبقاش موجود شكل الساوند او السبيكر اللي قدامنا ده. طبعا هنحل الموضوع ده النهاردة ان شاء الله. قبل ما نروح للشرح، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف الشرح. اول حاجة هتعملها هتروح لماي كمبيوتر او البي سي، هتضغط كليك يمين بالشكل ده، هتختار الاختيار الاخير، هيظهر معانا الواجهة دي. هتيجي عند الاختيار ده وتضغط عليه ضغطة، هيفتح معانا نافذة تانية. هتيجي عند الساوند، الحاجة الخاصة بالصوت. طبعا لازم يكون عندك الحاجات دي موجودة او التعريفات تكون موجودة. لو ما لقيتش حاجة من دول، طبعا لازم يبقى انت كده محتاج تعريف صوت. طيب نفترض ان الحاجات دي موجودة بس برضو الصوت مش شغال، هتيجي هنا عند الاختيار الاولاني ده وتضغط كليك يمين وتقول له update درايف. هتضغط update درايف، هتختار الاختيار التاني بالشكل ده كده. بعد ما تختار الاختيار التاني هيظهر معاك قايمة بالشكل ده كده، هتروح ضاغط عليها وهنا تعلم على العلامة دي. هيجي لك المود ده، هتعلم عليه كده وتقول له next. الرسالة دي معناها بيقول لك ان انا كده هدور على تحديثات، يعني لو في اي حاجة ناقصة او اي حاجة ناقصة في الصوت عندك او اي تحديثات ناقصة هيبدأ ينزلها لك. هتقول له yes. طبعا لما تقول له yes هيبدأ يدور لك على التحديثات، لو في تحديثات هتظهر على طول. تمام، بعد ما تظهر هيجيب لك رسالة تانية يقول لك انت لازم تراستر yes او no، برضه لازم تراستر الكمبيوتر. طبعا هتقول له yes عشان انت لازم تراستر الكمبيوتر. تمام، بعد ما تراستر الكمبيوتر بالشكل ده، مثلا هتيجي هنا عند الساوند تاني بعد ما الكمبيوتر يفتح، وتدوس كليك يمين وتيجي تختار الساوند، او لو انت عندك ممكن تكون باختيار تاني. هتلاقيها مثلا هنا الساوند، هتلاقيها في مكان تاني، بس هتيجي عند الساوند بالشكل ده. تمام، وبعد كده هتيجي عند بلاي باك بالشكل ده، وهتلاقي السبيكر، تحدد على السبيكر كده. طبعا هنا المفروض لو انت القايمة دي لو مش ظاهرة عندك هتضغط عليها. بعد ما تضغط عليها هتيجي هنا تقف كليك يمين وتختار الاختيار الاخير بالشكل ده، وهتيجي عند الاختيار ده وهتحدد علامة الصح اللي هنا دي. بعد لما تحدد علامة الصح اللي هنا دي، طبعا هتيجي تدوس ابلاي وتقول له اوكي. نفترض ان هو ما اشتغلش معاك بعد كل الخطوات دي، يبقى ما قدامكش غير حل واحد، انك تروح هنا كده وترجع لنفس القايمة تاني عند الساوند، وهتلغي كل التعريفات اللي موجودة دي، تقول له انستول بالشكل ده كده، وتيجي هنا وتعمل نفس الكلام، وهنا وهنا وهنا. بعد ما تلغي كل ده هتيجي فوق هنا كده وهتيجي كليك يمين وهتقول له سكان فور هاردوير تشين، هتختار الاختيار بالشكل ده، هيبدأ هو يدور على التعريفات ويبحث عن التعريفات. ده كان شرح الفيديو ببساطة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.